ازيكم يا بنات، معكم وعد، وحشتوني جدا جدا. مين مننا ما بيحلمش ببشره صافيه نقيه ما فيهاش جراثيم ولا شوائب ولا اي حاجه؟ معانا النهارده مكون جميل جدا اثبت نجاحه في تنقيه البشره من جميع مشاكلها، مكون في البيت كلنا ما بنستغناش عنه. بس لو عايزين تعرفوا ايه هو، ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لكل جديد انا بقدمه. ويلا نقول بسم الله. معايا النهارده يا بنات الخل الابيض، الخل الابيض او خل التفاح، الاثنين بنفس المفعول والاثنين بنفس طريقه التحضير. عشان لو حد قال انا عندي خل تفاح اعمله ازاي، انا بتكلم على الخل الابيض النهارده اكني بتكلم برضه على خل التفاح. واحد، خل الابيض فيه فيتامين ب حلو قوي قوي، طب مفيد للبشره جدا. الوصفه اللي هنعملها النهارده دي هتساعد على ايه؟ ازاله حبوب وازاله حب شباب، حبوب فيه حبوب غير حب الشباب على فكره، إزالة البقع الداكنة، إزالة البثور، إخراج الدهون الزايدة المتراكمة في البشرة، يعني اللي بشرتهم دهنية حلوة قوي 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 ليها. وإحنا اتفقنا طبعا يا بنات مع تحضير أي وصفة للوجه بنعمل تيست الأول، عشان ما أعرفش حضرتك يا اللي بتعملي الوصفة بشرتك إيه، بشرتك إيه. فبنعمل تيست بسيط تحت الخد وبنسيبه 10 دقايق وبعد كده نغسل الوجه، ولو لقينا تحسس بنبتعد تماما عن اي وصفه فيها تحسس للبشره. هنعمل ايه؟ معلقه خل ابيض اهي، معلقه كبيره اهي، تمام، زيها بالظبط معلقه ميه من الحنفيه او ميه متفلتره او ميه معدنيه يفضل، يعني نفس المعلقه دي هي نفس معلقه الميه العاديه بس يا واحده. وقطنه، هنعمل المكشر مرتين في الاسبوع، اتفقنا احنا بنعرف نعمله ازاي. طب انا عامله المكشر امبارح مثلا يا وعد، عامله المكشر امبارح وعايزه اعمل الوصفه النهارده دي. بشره نظيفه جدا مفيهاش اي كريمات مفيهاش اي ميك اب ولا اي حاجه، بنغمس القطنه كده ونبدا نمشي على الوجه بحركات دائريه ونبعد عن منطقه العين خالص. هتحس شويه ان عينيكي سوري فيها حرقان، بس مش مشكله خالص، ده بسبب الخل، وهنضحك كويس قوي قوي في الوجه، الجبهه بقى والخدود وكله كله كله، وكمان الرقبه لو فيها اي حاجه. الوصفه دي بتساعد على توحيد لون البشره من اول مرتين، تمام كده. الناس كل مره بقول في وصفات تبييض البشره، الناس المخلوقين صبر، الناس الجميله ما بتنفعش معاهم الوصفات دي، كفايه عليهم الترطيب وخلاص. دي للبشره اللي هلكت في من مع مرور الوقت والميك اب بوظها والدنيا بقت زي الفل. ربنا يعافينا يا رب. وكمان فيها ميزه حلوه قوي قوي، بتغلق المسام الواسعه، بتغلق المسام الواسعه. خلصنا القطنه اتملت مثلا، بنعد غمزها تاني وبرده بنمشي على الوجه خمسة دقايق، خمس مثلا دقايق كده وخمس دقايق كده، وبعد كده بنسيبهم ينشفوا خمس دقايق على الوجه، ونقوم نغسل البشره بميه من الحنفيه بالصابون الغسول بتاعك اللي يعجبك، وبعد كده ما ننساش مكعب التلج. وصفه سهله وبسيطه لكن مفعولها رائع. تست تحت الخد الاول علشان مش مسؤوله الا هيتحسس، لكن هي جميله جدا حلوه قوي، لان اصلا هي اصلا لو في تهيج سوري في تهيج في الجلد بتهديها، لان هي بتسحب البكتيريا والجراثيم اللي في البشره. في صدفيه برضو بيعالج الصدفيه، يعني هنعمل سيرش عليه وهنشوف خل الابيض فوائده ايه. حلو قوي، مش مضر وما فيهوش اي حاجه بامر الله، مفعوله نفس مفعول الخل الابيض، سوري الخل خل التفاح نفس المفعول. يعتبر انا قلت كل حاجه كده. طب هنعملها كل قد ايه مثلا يا وعد؟ بصوا حلو قوي وبيشد البشره جدا. هنعملها يوم يعني ثلاث ايام في الاسبوع، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، وان شاء الله مدار ما تخلصي الاسبوع ده هتلاقي بشره صافيه جدا.